السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة ان شاء الله هنحل كتاب المعاصر 2021 وهنكمل باقي الكتاب في القناة ان شاء الله، وهتلاقوا كل حاجة موجودة في قائمة التشغيل وفي صندوق الوصف اسفل القناة. هنلاقي رابط البيج ورابط الجروب، اللي محتاج اي حاجة يكلمنا عليهم على طول. يلا كده نبتدي مع بعض. اول يونت اد بيت شوب، الوحدة الاولى. عندي هنا كده تمرين بسيط في بيج 29، بيقول لي read and circle the odd one، يعني هنقرأ ونطلع الكلمة المختلفة، هنستخرجها اللي هي مختلفة عن الأربعة. help يعني يساعد، eat يأكل، short يعني قصير، go يعني يذهب، كلهم يساعد يأكل يذهب أفعال، ما عدا short صفة بناخد عليها دايرة. tall طويل، thin نحيف رفيع، short قصير، play يلعب، كلهم صفات ما عدا play يلعب. dress فستان، jacket shirt يعني قميص، what يعني ما أو ماذا، كلهم ملابس ما عدا what أداة استفهام معناها ما أو ماذا. yellow أصفر، red أحمر، kite طائرة ورق، brown بني، كلهم ألوان ما عدا kite اللي هي طائرة ورقية. عندي محادثة المفروض ان احنا listen هنسمع and complete يعني هنسمع ونعمل ايه هنكمل. he is tall and thin، سمعنا ايه هنا في النقطة سنة رابعة؟ he is tall and thin، يبقى ناقص هنا كلمة طويل tall. I can find my mom يبقى هنا ناقص كلمة يجد اللي هي find يجد. What's wrong يبقى اللي ناقص هنا what's wrong، ال W silent مش بتتنطق. اخر واحدة بيقول لي yes there she is thanks، انها هناك there she is، there يعني هناك او يوجد. عندي هنا بيقول لي what does برضو هنسمع she look like يبقى اللي ناقص هنا look. she is wearing a red dress فستان احمر، يبقى ناقص هنا كلمة red. is that your mom يبقى ناقص هنا mom. here help yourself ساعد نفسك، help يعني يساعد. السؤال اللي بعده بيقول لي read، وده سؤال جديد يا سنة رابعة ما كانش موجود السنة اللي فاتت. read and write true or false، هنكتب نقرا نشوف الصورة ونقرا الجملة نشوفها true ولا false. this is a girl يعني بنت، دي بنت طبعا false، هنيجي هنا ونكتب حرف الاف ونسيب ده زي ما هو. this is a boy has a boy ولد طبعا true. he is running هو هنا بيجري طبعا false. he is tall and thin هو طويل ونحيف طبعا true. السؤال التالت معانا سؤال اللي choose اللي هو سؤال الاختيار. اول جملة معانا the pizza to Hippa please، ادي البيتزا لهبة من فضلك. help ساعد البيتزا، pass يمرر، run يجري، no يعرف طبعا pass the pizza. I can't انا لا استطيع not my mom. finding can't من الافعال وبعدها الفعل في المصدر، يعني ايه مصدر؟ يعني الفعل بدون اي اضافات ما فيهوش حاجه خالص، يبقى طبعا هنختار find. ده في s وده هنا في to المصدر وهنا في ing. is not your mom قال له yes there she is. is those is that is this is they جمع وthis اسم اشاره جمع وthose برضو للجمع القريب والبعيد، يبقى is that your mom. what does she look يشبه يعني look no يعرف ولا look find ولا look like ولا look want، موجودة في الكلمات يشبه يعني look like. السؤال اللي بعده بيقولي look and answer the question، جاوب على الأسئلة. what يعني ما أو ماذا. does she look like ماذا هي تشبه، هي عاملة ازاي يعني عايزين نوصفها. فطبعا هبدأ بشي هقول she نوصفها نقول ايه عليها بقى، هي طويلة ولا short، نقول short قصيرة شوية، لو طويلة نكتب tall، ممكن نكتب تاني and thin يعني نحيفة، عشان هو لما يقول look like يبقى بيسألني على الشبه أو الشكل.
Is that your mom؟ هي دي مامتك؟ is لما تيجي في الأول معناها هل، يبقى لازم هقول yes أو no. هنا هنقول yes عشان الإجابة نعم طبعا مامته، وأعكس أقول she is. She is. Do برضو معناها هل، لازم أقول yes أو no. Do you like pizza؟ أنت بتحب البيتزا؟ لو أنت بتحبها تقول yes، لو أنت مش بتحبها تقول no وتعكس، نحط كومة. اليو على طول بتحول yes من رابع الآي، لما أقول لك أنت أنت لازم تقول لي أنا، وهنزل كلمة do، يبقى yes I do. طب لو no يا مستر كنا هنقول إيه؟ هنقول no I don't. What is she wearing؟ هي لابسة إيه؟ هنا في الصورة ده اللبس ده اسمه إيه؟ اسمه دريس، يبقى نقول she is wearing، هي ترتدي a dress. دريس يعني فستان. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي look and write، انظر واكتب sentence، جمل. عايز كم جملة؟ عايز ثلاث جمل على الصورة، هو مجاب عنه في آخر الكتاب. طبعا ده الدرس اللي علينا. I can't find my mom. She is tall and thin. I can see a girl. I can see a boy. وإن شاء الله هعلمكم إزاي تكتبوا الثلاث جمل بطريقة سهلة ومتجاوب في نهاية الكتاب. هنا البانكتشويت علامات الترقيم. آخر سؤال الجملة بيقول لي no I can't find عادل، أنا مش لاقي عادل. وفي فيديو هينزل في القناة إزاي نعمل علامات الترقيم اللي مش عارف من سنة تالتة. الإن أول حرف هنعملها كابيتال هتبقى no، والضمير I في أي حتة في الجملة لازم نعمله، يبقى no I can't find، أنا لا أجد. وهنا عندنا عادل، أنا مش لاقي عادل، وعادل لازم نعمل عشان اسم شخص، يبقى ال N وال I الضمير I وأسماء الأشخاص في أي مكان في الجملة بنعملها كابيتال. عندي هنا تمرين في صورة rabbit أرنب، بيقول this is a rabbit، ده أرنب طبعا true. This is a turtle، سلحفة طبعا false. It eats carrot، بيأكل جزر true. It can run، الأرنب بيقدر يجري طبعا true. عندي هنا بيقول لي she a parrot not want 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 don't want. don't مع الجمع، want مع المفرد ما ينفعش طبعا، she مفرد يبقى wants، هي تريد. علي doesn't، don't أو doesn't بيجي بعدهم المصدر يعني الفعل بدون أي إضافة. wants want to want wanted طبعا want. they a canary doesn't want مع المفرد، wants برضو مفرد، don't want مش حاسمع not want طبعا don't want. wants a turtle هنا في اس، يبقى محتاجين هنا مفرد يعني he she it أسماء أشخاص، منى they we I كل ده بيعامل معاملة الجمع، يبقى هنا منى wants a turtle. هنا بيقول لي he a parrot اللي هي تاخد ايه want ولا wants، اللي هي مفرد يبقى هنقول wants. we want a kitten we not a puppy، اللي we بتتنفى بايه بdon't، يبقى we don't want لا نريد. they want a rabbit they a cat، يبقى they don't want. he a lizard اللي هي طبعا wants. You want a، هو هنا محتاج turtle سلحفة. He wants a fish والليزرد he doesn't، عشان هي بتتنفى doesn't want، وده مشروح في القناة عندكو. She wants a canary she doesn't want a puppy، هي لا تريد puppy. This is a kitten، دي kitten يعني قطة صغيرة false. It's a bird. Bird يعني طائر. True. It can't swim. هو لا يستطيع السباحة. True. It can't fly. لا يطير. طبعا false. عندي هنطلع الكلمة المختلفة. Parrot بغبغاء. Rabbit أرنب. Nurse ممرضة. Turtle سلحفاة طبعا الممرضة. Canary عصفور الكناري. Kitten. Rug سجادة. Lizard طبعا rug. want فعل يريد، lizard سحلية، like يحب، eat يأكل، كلهم أفعال. father mother blue brother أب وأم وأزرق وأخ طبعا blue. سؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. the not can fly، مين اللي بيطير في دول؟ fish السمك، الكناري الليزرد، الكت طبعا الكناري. he a rabbit اللي هي تاخد wants want don't want not want طبعا wants.
شال هي مفرد. She is wearing a red, هي لابسة red dress, حشاش, drums, طبلة, dress, فستان, car, سيارة طبعا dress. Not once a cat, في اس هنا, she, they, you, we, كلهم ضمائر جمع ما عدا she بتيجي مع المفرد. What are these, دول ايه, طبعا these are, كلب يعني puppy, وطبعا دول جمع يبقى puppies, بتحذف الواي وتقلب الى is. What is this, دي صورة ايه, ممكن اقول طبعا this is a, صورة ايه دي طبعا يا جماعة, و it's a سمكة يعني ايه, a fish. What do you want, ماذا تريد, I want, انا اريد, صورة ايه ده, a rabbit, انا عايز ارنب. Can you see, كان لما تيجي في الاول معناها هل, زي do زي is. Can you see a lizard, هل انت ترى lizard, سحلية. No, I can't. وممكن أكمل أقول I see a parrot. Parrot يعني بغبغاء. سؤال اللي بعده, سؤال الصورة, محتاج 3 جمل على الصورة, وزي ما قلت لحضراتكم الجواب في آخر الكتاب وهنحلهم مع بعض. هبة and علي don't want fish. قلنا لازم بداية الجملة يبقى ال H بتاع هبة. And وأسماء الأشخاص, علي لازم علي. طب don't, don't فيها حاجة غريبة؟ طبعا الابوستروفي مش موجودة. want fish, جملة بيبقى فيها 3 حاجات والنقطة موجودة, يبقى هبة وعلي والابوستروفي. هنا بيقول لي read and circle with the short vowel. vowel يعني حرف متحرك, short, short يعني قصير. يلا كده أول واحدة, blue و bug. مين القصير؟ هما هنا اليو, شوف هنا blue, يو طويلة, هنا bug, يبقى bug. sun و glue طبعا sun. tune up, up. tube duck طبعا duck. السؤال التاني هنسمع ونكمل بكلمة, لازم نسمع. she wants gum, she wants gum, يعني gum, هي محتاجة لبان. it's a bus, it's a bus, يبقى هنا bus. I have blue glue, يعني معايا صمغ لونه أزرق يبقى ناقص blue. The bugs run on the rug. The bugs اللي هي حشرة البج, بتجري on the rug يعني على السجادة. True و false, صح وخطأ. This is a gum, ده لبان طبعا true. This is glue, ده صمغ false. We can buy it at the supermarket, احنا ممكن نجوه من السوبر ماركت true. We can eat it, احنا ممكن ناكله برضو true. هنطلع هنا الكلمة المختلفة. عندي أول واحدة puppy, كلب صغير, cat, قطة, key, مفتاح, duck, بطة طبعا المفتاح. red, أحمر, kite, طيارة, ورق. blue, أزرق, white, أبيض, طبعا كلهم ألوان, أحمر وأزرق وأبيض, طيارة, الورق. rug, سجادة. car, سيارة. bus, أتوبيس. bike, دراجة, كلهم وسائل مواصلات مع الرج. fish, سمكة, lizard, سحلية. بابي, كلب صغير. جم طبعا اللي هو اللبان. هنا بيقول لي can you see a duck, هل انت شايف duck, هل الصورة دي فيها duck, طبعا فيها بطة, يبقى yes, واليو تحول الى I can. what is he doing, he is, الولد ده بيعمل, بيجري, يجري يعني run, يبقى running, بنضعف ال n عشان قبلها حرف متحرك. what can you see, انت شايف ايه, اللي احنا قدامنا ده طبعا a cup, بس لازم نكتب جملة, يبقى I can see a cup. is معناه هل, it a float, هل ده float, قلنا بنقول yes أو no وبنعكس it is. السؤال اللي بعده بيقول لي look and write 3 sentences, اكتب 3 جمل على الصورة اللي عندك, وده متجاوب في نهاية الكتاب. نحل punctuation أو البنكتويشن, do وآدي مها, أسماء الأشخاص, and ندى, طب ندى معمولة خلاص, يبقى كده ناقص واحدة. want gum, هاجي في الآخر وحط question mark عشان ده سؤال, هل ما هو ندى بيحبوا اللبان. أول تيست معانا, أول اختبار موجود معانا, بيقول لي هنا برضو الشورت فاول, امتحان كامل بقى. gum وtube طبعا gum. blue run, run. sun see, sun. bus, b طبعا bus.
هنسمع ونكتب It's blue and red يبقى اللي ناقص طبعا هنا blue. Is this your mom يبقى هنا your. She wants fish. Wants. I don't want a cat. I don't want a cat. أنا لا أريد قط. هنا true or false. There are two boys. في ولدين طبعا false. The boy has a fish مع سمكة and a dog ومعاه كلب true. The boy is crying. الولد بيبكي false. The boy is tall, طويل and thin. طويل و thin رفيع. إجابة مظبوطة. هنطلع هنا الكلمة المختلفة glue صمغ fat تخين thin رفيع tall طويل كلهم صفات ما عدا الصمغ. He هو bed سرير she هي it هو وهي كلهم ضمائر ما عدا bed. Cat قطة صغيرة dress فستان rabbit أرنب puppy كلب صغير dress. Parrot بغبغان bird طائر buy يشتري canary اللي هو عصفور الكناري طبعا باي اللي هي يشتري كلهم طيور. بعد كده عندي اختيارات what not she look like what do what does what doing what to do. she مفرد تاخد does. كريم a rabbit كريم مفرد wants want to want don't want طبعا مع المفرد بنضيف s يبقى wants. a is a small dog كلب صغير kitten canary puppy fish طبعا puppy. Does she a lizard go want fly look طبعا does she want a lizard هل هي تريد lizard. السؤال اللي بعده هنكتب جملة كاملة. أول جملة بيقول لي Does she want a lizard هل هي محتاجة lizard. lizard هنا في الجملة هو هنا عامل لي X يبقى هنقول المفروض No she doesn't. What do you want? ماذا تريد؟ هو إيه اللي في الصورة هنا؟ طبعا عندنا هنا turtle يبقى نقول I want a turtle سلحفة. Can it fly? هل السمكة بتقدر تطير؟ No وعكس it وكان طالما قلنا no يبقى هننفيها no it can't عشان دي سمكة. What's wrong? ما الأمر؟ طبعا المشكلة إن the boy الولد ماله can find يعني ايه can't find مش لاقي his mom يعني مش لاقي مامته. بعد كده عندي هنا برضو سؤال الصورة الموجودة معانا بيقول لي اكتب ثلاث جمل. هنخش على البانكتويش رامي كوما هدى معمولة خلاص and احمد هنعمل ايه بتاعت احمد وهنكمل الجمله ونحط في الاخر فول ستوب. يبقى عملنا رامي واحمد وفي الاخر فول ستوب. الاختبار الثاني bug توب طبعا واضحه جدا bug بلو up بس جون بس تون كاب طبعا كاب. احنا بنعمل ايه بنختار الشورت فاول يعني الحرف اللي نطقه قصير. What's wrong? يبقى ناقص هنا wrong. I can't find my mom. يجد fine. He is tall and thin. طويل ورفيع. She wants a puppy. هي تريد puppy. يبقى wants. سؤال بعده صح وخطأ. I can see two girls. أنا شايف بنتين. طبعا ده ولد وبنت. بنت وولد. The girl wants a canary. البنت هنا في الصورة عايزة الكناري. ماشي true. There is a boy. هناك ولد. True. I can see a puppy. أنا شايف puppy. برضو true. سؤال بعده هنطلع الكلمة المختلفة. بيقول لي أول جملة. Yellow, blue, red, flute. كلهم ألوان أحمر وأزرق وأصفر والناي flute. Run, walk, dog, ride. كلهم أفعال ما عدا الكلب. يكتب ويمشي ويجري. car taxi glue bus طبعا الصمغ glue. بعد كده عندي kitten parrot rabbit run كلهم حيوانات أليفة ما عدا يجري run. she is a blue dress يرتدي wearing writing looking reading تقرأ تنظر تكتب wearing يعني ترتدي.
The bugs run on the البج حشرة البج بتجري على الجلو على الصم على الرج السجادة توب الأنبوبة تون طبعا رج A rabbit want meat don't doesn't aren't isn't طبعا doesn't عشان مفرد I can't my mom find this وإن كانت يجي بعدها المصدر شرحتها من شوية To find find finding طبعا find What does she or he want? هو يريد A He want طالما هي مفرد يبقى نقول he wants a fish هو محتاج سمك What is this? دي صورة A طبعا it's a lizard سحلية Is it a bus? هل ده أتوبيس؟ طبعا yes واعكس it is What do you want? دي صورة A ده البان يبقى I want gum يعني أنا أريد لبان بعد كده عندي الصورة بيقول لي اكتب ثلاث جمل على الصورة اللي عندي قلنا بتجاوب في نهاية الكتاب No ادي ال N بتاعت No رودينا doesn't want a parrot اللي هو البغبغاء ونحط في الاخر نقطة احنا قلنا تلاتة ادي النقطة وادي رودينا وادي الان وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 1 انتظرونا في حل باقي الكتاب وباقي الكتب الخارجية الموجودة اللي عنده اي استفسار في الكومنتس او في رابط البيج في صندوق الوصف او رابط الجروب مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته